يقول السائل: كلفني شخص بتقسيم الزكاة على من هو أهل لها، فما حكم الوكيل إذا أخذ منها وكان ممن تشملهم الأصناف الثمانية؟ الوكيل لا يأخذ لنفسه شيئا إلا بإذن الموكل، فعليك أن توزع الزكاة على الفقراء ولا تأخذ منها شيئا إلا إذا كان الموكل أذن لك فقال خذ منها لنفسك.